رجعنا معكم مشاهدينا. اليوم معنا جاد. بونجور جاد. بونجورين. كيفك اليوم؟ تمام انت؟ اليوم اكل سبيسيال فينا نقول. اليوم سبيسيال اخذين فكره التاتان اللي هي الدسير الفرنساوي اللي هي الباز تبع ميلفوي. هلا نحن عاملينها اذا بدك مقلوبه كلها. هلا رح نحكي عن التاتان الاصليه ونحن شو رح نعمل. التاتان الاصليه هي تفاح. بلش التفاح بينطبخ مع سكر مع زبده، بيرجع بينصف على عجينه ميلفوي نيه، بيرجع بفوت على الفرن، بترجع بتظهر وبيرجع بينعمل له سيرفيس بالقلب، بينقلب يعني بتصير الميلفوي تحت والتفاح فوق. اكيد مع بوزه، مع بوزه فانيه، مع صوص كراميل، مع صوص فاني. هلا اللي رح نعمله هو اخذين التفاح، اخذين المشمش اللي هو هلا موسمه، رح نبرم الروسات نعملها ساليه. منا روسات سكري. هلا عندنا هون عجينه الميلفوي انا طبخها مش مثل الروسات الاصليه. هلا بنشوف ليش. عندنا هون تفاح، دائما بس بدنا نشتغل بهيك روسات بننقي تفاح ما يكون كثير الاسيديتي عالي او حامض. تفاح عادي او شوي مستوي زياده. عندنا هون مشمش، هلا رح نشوف كيف رح ندخلهم. عندنا كريم تشيز، عندنا صنوبر مكسور مشوي ومكسر يعني، وبندق كمان، وهون عندنا بلسميك ابيض. اوكي هلا رح نشوف كلهم كيف رح نخلطهم. وفي شغله بالبراد انا بعد بدي تركها، جبنه بعد نو، اللي هي الجوت تشيز. هلا خلينا نبلش بالتفاح، لانه التفاح بعد انا هون مقشره. اوكي بدي كفي فرم، بدي اطبخه مع الزبده، مع عود قرفه، مع قرفه ناعمه كارملايز يعني. مزبوط. ونرجع نبلش بالمونتاج على الميلفاي، الكريم تشيز تحتها. سو هلا هيدي ما رح تفوت على الفرن، رح تفوت اخر شيء يمكن دقيقه او دقيقتين حتى كلها تسخن مع بعضها. اوكي لانه مش الحشو هيك خبزنا الميلفاي قبل يعني، لانه الحشوه رح تكون سخنه والجبنه يعني كلها سخنه، بس بدنا نفوتها لحتى تدوب شوي الجبنه. أوكي. وتسخن كمان شوي العجينه. انا هون كم شقفه تفاح، اذا بتلاحظي ما بدي كبرهم كثير لانه بدي احطهم تحت الجبنه. يعني روسات اليوم اذا بدك اخذين تكنيك الباتسري اللي هي الروسات بالاساس باتسري، بس عاملينها على ساليه. سو هيدي ستارتر تنعد؟ هيدي هوت ستارتر. مزبوط 100%. وفينا نقدم حدا خضره شيء، فينا نقدم حدا سلاد صح، جرين سلاد، بس مش اكثر من هيك لانه تما نعمل شيء في طعمه. ايه فيها كثير نكهات. مزبوط يعني شيء حدا بيزك. هلا انت عاملها وحده كبيره، فينا نعملها سنجل بورشن. مزبوط اللي عم نعمله اليوم فينا نعمله على سنجل بورشن. نطلع نحط شقفه زبده نحن. كيف تخبز الميلفوي توصل لهيدي النتيجه؟ هلا الميلفوي ما رح نفوت بالبروسس تبع العجينه لانه لا كثير صعبه. لا مش العجينه بس عم نحكي هيدي بدها الخبز، لانه بنعرف انه الميلفوي بترفخ. صح لكي في مفخوته بشوكه ومتقلينا، يعني بدك تحطي ورقه زبده. مزبوط ورقه زبده ميلفوي، ورقه زبده مصبع مثله. هيك ساعتها تتقل عليها. صح. هلا هون التتقيل كمان بنفس الوقت ما بده يكون كثير تتقيل لانه تطلع ملبده العجينه، يعني بده تكون مرتاحه شوي الاسباس. ايه ترفخ بس شوي بس يعني مش عالي. صح ترفخ. أوكي. على الاسباس اللي تركتيه لايه. اوكي اوكي لكن حطيت زبده، رح اخذ قبل التفاح رح اخذ عود قرفه. نبلش بالعود القرفه قبل. رح افرم بعد شوية تفاح بهالوقت. هلا هي بدها تتغطى بالتفاح؟ بده ينحط هلا خلطة كريم تشيز على الميلفاي. ايه بننطر لكنها تتغطى. بس قصدي كمية التفاح؟ مزبوط تتغطي ال تغطيها مش 100% يعني تطلع كثير سكري. بس هلا هون عم نطبخ شوي زيادة ليكون في عنا كوانتيتي بين ايدينا نقدر. وليه عم نخلط تفاح ومشمش؟ مشمش موسمه. عندي كون شوي الاسيديتي تبعه عالية، بتعمل لها هيك طعمة كمان طيبة وشكلها حلو، بنفس الوقت أساسي بكل شيء عم نعمله نكون عم نستعمل شيء موسمي. هون ما كثير رح نطبخ الزبدة، رح نخفف بعد هيك بس لنشيل هالشقفة ونقلبهم عليها. هلا نحن وعم نطبخ التفاحات نعمل الكريم تشيز ونعمل للمونتاج. يلا هول خلصوا. الكريم تشيز هي شو بس تضطري وتتمسك التارت كله. اوكي ما يفرطه. مزبوط لانه انت بس تفرمي بس تقصيها لحتى تاخذي بورسيون. ايه اذا ما فيها شيء يعني رح يهروا كلهم. اوكي فهو لهالسبب نفس الوقت ما بتطلع دراي. تخيلي التفاح على العجينه بلا شيء رح تطلع دراي. هلا منقوي شوي على الاخر يعني لانه بدنا نطبخهم بطريقه ما بدنا
ما بدنا نطبخهم وقت طويل وتكون الحرارة واطية تحت ما يفرطوا، يعني بدنا يستووا من برا ويضل فيهم حياة إذا بدك أو قرشة بسيطة من جوا. يعني أنا هلأ قويت النار. أوكي. حتى الرسات إذا بتلاحظي ما فيها ملح. لأنه كل الملوحة اللي عايزينها هي هون بالجبنة. يعني هي الجبنة الأسيديتي اللي فيها العالي والملوحة اللي فيها رح تعمل لها البالانس بين الخلطة وبين الفواكه والجبنة. هون بعد ما نحس التفاحة بلشت تستوي منزيد السكر؟ هلا أو ما بيأثر من الأول؟ يعني من هلا لدقيقة رح نزيدهم. أوكي. شوية بهار، شوية قرفة. القرفة كتير طيب مع التفاح. إيه والعود ما بيطعم قد البودرة. مزبوط. هلا العود نحن لأن عم نطبخه، يعني إذا بتحطيه بتغليه لو بتعملي صوص عم تغليه يمكن بيعطي أكثر. بس هلا نحن بلشنا نطبخ فيه. بهالوقت رح فق شوية مشمش، ما زال عم بتحرك عندي. وأساسا نجيب هذا المشمش الكبير اللي بينفتح بالإيد، لأنه في منه بتكون العجوة ملزقة فيه، بصير بدنا نخبصها ما بتعود تزبط مثل ما يعني. إذا بتلاحظ أصلاً هلأ هيدا الموسم مزبوط، وهلأ الفواكه يعني هلأ الكرز، هلأ المشمش، هلأ الدراء. يعني إذا بتلاحظي ما منقى كتير حبوب مستوية كتير، يعني مستويين بس منن كتير منيح. نحط سكر؟ يلا ثواني بدي أخذ شوية مشمش. المشمش كمان رح نسقطه. رح نحطهم هلا، رح نحطه هلا بس مش بوقت التفاح لانه بيستوي اسرع. ايه اكيد، يعني يمكن نحطهم ما يتخطى الدقيقه وقت طبخهم. اوكي، لكن المشمش هلا اكيد المشاهدين عم بيقولوا انه معقول تفاح ومشمش وجبنه لا بس انتبهي نحن بناكل جبنه مع عنب، جبنه مع بطيخ، اكيد يعني الكومبينيشن، بس نحن لأ مش معودينها هيك. هولي مزبوط. ايه معلي، بس حلو الواحد ايه يغير. ما في شك، ما في شك حلو الواحد يغير، تعلم اشياء جديده، وبنفس الوقت بيكون عم يوصل لنتيجه ببرودوي دائما موجود بالبيت عنده. يعني مش عم نكتشف قصص يمكن بحياتنا مش ضايقينها ولكن بنحبها. سكر، سكر اللي هو هون، شوية سكر اسمر، فينا نروح على سكر ابيض مش غلط، بس هون بيعطيك لون احلى. ما بدي كتر لانه هو كمان بنفس الوقت السكر التفاح والمشمش فيه. هون بنحط عسل بدل سكر كمان؟ فينا. هلا انا شو رح اعمل هون لحتى اعمل هالبالانس ما بين السكر بالتفاح والسكر بالمشمش والسكر اللي زدناه، رح احط بلساميك ابيض. اوكي. بيكسر. دائما بدنا نفكر بهالتفاصيل الصغيره، يعني هي بالنهايه رح تعطينا نتيجه الاكله. شو؟ انا فكري نحطهم لا. يلا رح نحط الخوخ. بلشوا يطرف. رح نحط المشمش. ورح نحط بعد يمكن 20 ثانية البلساميك، نحرك ونطفي. هيك لنشيل هالغراض كله من هون لنبلش نشتغل بالمونتاج، ما بعرف وقتنا كيف ماشي. وقتنا ماشي. هو ماشي بس وين صار؟ بلش يركض وقتنا؟ أو عم بكذب؟ إيه بالجنة. تسع دقايق. بل. أوكي. لكن هلا 10 ثواني يمكن ماكسيموم وطفيها ليونتينا. بتطفي خلاص؟ وزيح الطنجرة على جنب. يا. لكن. إيه هلا أكيد طلعت ريحة الخل. أوه. طلعت بالمخيرة. خلص للمشمش بكفي كمان؟ ايه خلص خلص. والله. لأن هو المشمش يعني هلا طري، هو طري بيتاكل دايركت. احنا بس سخناه فينا نقول. سخناه وفوتناه بالخلطة كلها. خليها هيك. طيب. هلا اللي رح نعمله هو رح ناخذ هالكريم تشيز، هلا رح نبلش نشتغل بالمونتاج. نبلش. أنا إذا بتلاحظي ما رح زد لها شيء بس تاركها لي يمكن 20 دقيقة برا في البراد تما تعذبنا. ايه بنخاف نكسرها كمان على الفيديو. هلا اذا شلناها ديرك من البراد بنحط لها يمكن معلقتين فريش كريم. اوكي. توصل لهالنتيجه. ما رح نزيد لها شيء. برجع بقول لك لكل شغله دائما بالطبخ عم نستعملها لها سبب. السبب تبع الكريم تشيز اللي حكينا عنه. مثل نقصر شوي الكيس تا ما يعذبنا. اوكي. هلا رح نشتغل مونتاج. ندخلها على الفرن كلها. مع الجو تشيز. مع
نحن ليش جايين على البرزنتيشن بعد البريك شباب ولا شو؟ اوكي في بريك يعني. هاي الكريم تشيز يعني كمية قليلة كمان هي بس صح كعبة. هلا رح نقطها ونرجع ندهنها نرجع نمرغها. هيدي هي هيدي خرجة سباتول. هات لنشوف في سباتول هون عندنا وحدة أبسط محلولة حتى لو ما في بتضل تنحل يعني بالملعقة. أيوة إحنا ما رح نعملها 100% ندهن عليها أنا هي كمان رح تاخد بعضها على الطبخ وما كتير بدي أظهر لبرا لما ترجع تقشط على النار. أوكي مبدئيا هالقد دائما كمان الحرف بنتركه هيك لحتى واحد يقدر يلقط البورسيون. هلا رح ناخذ هالخلطه نحطها على وجهها. بيأثر اذا سخنه ولا لا؟ ايه ما بيأثر ما بيأثر لانه رح ندخلها ديركت على الفرن. مزبوط هيدي الخلطه هيك رح نجرب نجيب بلا العود بيرفوريتد ملعقه لنقدر نوزع نحط الكف بايدنا كمان بهالشكل. لكن شايفي الوانهم شو حلوين؟ شو حلوة. هلا هاي العود القرفة رح تقولي لي شو رح نعمل فيه؟ رح نزين فيه كمان هولي اها على وجه الجبنة بالاخر يعني بالاخر نشكشك منه قصم. إذا بتلاحظي ما كترنا عم جرب افلشهم على الآخر يمكن عوز بعد كم شقفة. اوكي خلينا نوزع شوي المشمش ناخذ شوي التفاح. كرز بيلبق كرز بيلبق بيلبق كرز بيلبق بس بدنا ننتبه على الكميات يعني ما يكونوا كلهم مع بعضهم لأنه بنفس الوقت بس نزيد كتير الانجريدينز ما بدك تعرفي شو عم تاكلي يعني تحطي ثلاثة أربع أنواع فواكه سلطة فيه. اوكي هلا اذا بتلاحظي كمان الحشوه فتت فيها شوي لجوا. هلا خلينا بعد عندنا شغله وحده بدنا نحط عليها هي الجو تشيز قبل ما نفوتها على الفرن. أوكي. رح نحط الجو تشيز. جو تشيز كيف مثل ما هن ولا رح نكسرهم؟ نو انا قصصهم سلايسز هلا عم فكر يمكن قصهم بعد سلايس يعني الراوند تصير نص هاف راوند قمر يعني قمر تحت نقدر نصفها ما تطلع كثير. هلا فينا نعمل فينا يعني نفرفطها كمان فينا نكسرها تكسير فينا نكسرها يعني هيك اذا الواحد ما بده يشتغل بدقه كثير. برجع بقول لك اساس اللي انه اللي عم بعمله انا ما اخذت المونتاج من برا 100% اساسي للشكل واساسي للسيرفيس بالاخر. هلا بنشوف قديش حتساعدنا هالشغل. هلا من بعد ما تفوت على الفرن من بعد ما تفوت على الفرن رح نحط لها على وجهها صنوبر المشوي المكسر البندق كمان المكسر بندق طلع طيب معه يعني دائما نحن عم نعمل شيء جديد بدنا نفكر بكثير اشياء منهم مش بس الطعمات يعني هون عندك التكستور اللي هي القرش اللي ايه اللي بهالاشياء لانه ما تكون كلها تكستور واحد سوفت كلها يعني هول تفاصيل شوي شوي بنصير اذا بدك نشرقته براسنا مع الوقت. يمكن بعد بتاخذ واحدة ونص صح؟ ايه او فيك تروح تريحهم نعمل ثلاثه بس هي وحده وهي وحده ركبها هيك ناخذ وحده
اوكي لكن جبنه بكفه لانه رح يطلع كثير قوي اذا بعد بدنا نزيد جبنه. خلينا نحط الجبنه بالبراد. سو بعد شيء البندق والصنوبر هولي من بعد ما يظهر من الفرن. من بعد ما تظهر من الفرن. هلا بدنا نفوتها مثل ما هي. هلا رح نفوتها مثل ما هي، يمكن مش يمكن، الارجح على الاكيد ما تتخطى الدقيقه بالفرن. اوكي اوكي فوتها دقيقة وبس تظهر بنكون فرمنا شوية البندورة، حضرنا اغراض الجارنش تبع الوج. اوكي انا حاطط الفرن 180، ما بدنا حرارة كثير قوية لتقدر هالدقيقة تقعد بقلبهم وما يحترق حرف الميلفاي. اوكي خاصة انه هي مخبوزة كمان. مظبوط، هون ما عندنا غير عم نعمل ريهيتنج للعجينة، عم نضوي بالجوت شيز حتى تفوت بقلبها. البندورة اليوم جايبها انت؟ جايبها صفرة هيك بس لنكسر شوية ترند اللي دائما بنستعمله. عود القرفي موجود، اللي هو اللي ما رح نستعملهم، يمكن نحط كم وجه منهم عليهم على وجهها هيك لنعطيها شوي اذا بدك ايدنتيتي. اوكي للناس كمان تعرف شو عم تاكل. مزبوط، يعني دائما بدنا ننتبه انه دائما بالبرنسيب انه منزين من الاشياء اللي اوريدي موجوده بالبلا، واكيد اشياء تتاكل. اشياء تتاكل هيدي ما في شك، يعني حتى اذا عم نعمل تويل وعم نروح شوي بعيد بالبرزنتيشن التويل بده يكون بيتاكل. ايه. طعمته طيبه مش بس بيتاكل. اكيد. لانه في اوقات بحطوا تويل ما له معنى صح. كطعمه عم بحكي. اوكي هون لكن طينا السيبولات، خلينا نرجع نحكي عن الحشوه لانه هي الحشوه اذا بدك هي الاساس اليوم بالطعمه. اخذنا عجينه من الفاي فينا نشتريها من السوبر ماركت. اوريدي مرقوقة بنفلشها بنريحها بنقصها بالمقطع اللي هلا انت عاملها مدورة، فينا نعملها مربعة اللي بدنا اياه، الشيب اللي بدنا اياه حسب الجات يمكن اللي عملناه حسب الجات حسب البلا اذا كانت سنجل بورشن. هون اخذنا تفاح قشرناه طبخناه مع الزبدة مشمش كمان، بس اول شيء طبخنا التفاح يمكن دقيقتين مع بعضهم، حطينا العود القرفي اول شيء، رجعنا حطينا سكر، رجعنا حطينا قرفة، طبخناهم مع بعضهم لدرجة انه استووا بس ما فرطوا، يعني اذا بتلاحظي بعدهم شكلهم تفاح في بيت حبة حبة. رجعنا اخر شيء 30 ثانية سقطنا المشمش طبخناهم مع بعضهم، رجعنا عملنا الميل فوي اوريدي حكينا انطبخت، حطينا الكريم تشيز، حطينا هالخلطة الجو تشيز على وجهها. هلا حي بالفرن 30 ثانية 40 ثانية رح نشيلها ونشتغل على المونتاج وبنرجع بنشوفها. يلا جريت. لكن رح ناخذ وقفة سريعة، كلمونا بعد شوي. رولا يا رولا انا بعرف ليك شو هالشيء الطيب، لحقت الريحة ما قدرت. روعة. شو هيدي فاتت على الفرن طلعت منهنها. لك الجبنة شو حلوة. وحولتها من ديزرت ل صح ابيتايزر. حتى ابيتايزر او سايد ديش او كيك. هوت ستارتر، هوت ستارتر فيها تكون. وبرجع بقول اخذنا التكنيك تبع التاتا استعملناها هون، وبنفس الوقت هلا المشاهدين رح يستغربوا انه فيها فواكه هالقد وهي سالي. وفيها تكون لايت لانش مع سلاد جنبها. هلا لايت لحدود لانه الميلفاي فيها زبده والجبنه. شكلها لايت اللحوم والصوص بس منا كثير لايت يعني. هو اللي كمان هي لان فيها مشمش بقلبها والفواكه منسفه بالزبده. بس في ناس بتخاف من الجبنه اجمالا، والجوت شيز هي دسمه. وسط منا خفيفه، لا منا خفيفه. بس برجع بقول لك الزبده هي الكميه اللي هون هي بالعجينة وبالفواكه كمان. بالفواكه حطينا شي مال عائلة طبخناها. كمان زبدة. ايه اكيد لتقدري تاخذي طعمة للتفاح. يعني شو بناخذ ترانش هالقد؟ لا هلا بدنا ناكل. مزبوط يعني ما بدك تفكري انه عم بتخففي اكل لانه رح ناكل، مش انه رح ناكل بس. تفاجأت بالناتس اللي بتحطهم على الوجه. استغربت. ناتس اساسي لانه كثير حلوة، عم تكسر التكستشر المولو. صح looks good. طعمي اكيد بتفرق بين انه يكون في نص او طعمي اكيد. هون بتحمل زرزوبه عسل ولا لا؟ بتحمل زرزوبه عسل وبتحمل اذا عندنا بلسمك كريم. بدي اقول لك بلسمك كريم لانه اوريدي حلو البلسميكو هيك بخلي الطعمات تطلع.
ما يقوم بويا. بهالشهر الفضيل جاد بتنعمل قبل بوقت وبتنحط بالبراد؟ بتنعمل قبل بوقت بس انه بدها تنخبز لاست مينت، ما بتنعمل قبل بوقت بمعنى Very ما nice. بتنعمل بتنحط على جرم بتتاكل بارده؟ نو مش طيبه، مش طيبه. ايه لازم تكون فاتره. اوكي شكلها حلو. اوكي واو روعه. عندنا هون روعه عودين القرفه دائما بنستعملهم، اللي بيستعملوهم بس كثير حلو الهول طبخنا فيهم تينا. ايه صح باينين الجوسز عليهم. ايه منو مدري وين طبختوا الفواكه فيه؟ طبخنا كل الفواكه فيه، الفواكه والمشمش. عندنا كم ورده كثير حلو. يا ريت تبعتوني التليفون تناخذ بس الصوره لانه شيء عن جد بشهي. تينا حطي له كم ورده يلا وصلوا. بدي اقول لك ممكن هيك كسر البيتاليت. الموف لحالها. هي بتجي الورده مخلوطه يمكن للاكل هون. ايه ادبل فلاورز بس الفاتسز من فوق. ايه مش الروت. ليك شو حلو فعلا. اي لاف ات. حلو ثانك يو جاد. نحن رح نكفي الزينه هون ان شاء الله كل ايامكم ورود. مشاهدينا كثير حلو البلان اليوم. رح ناخذ بريك ومكفيين من بعده.